السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في مطبخ الزيتون الأخضر. معكم هند، مائدة إفطار صحية واحدة أخرى صحية 100%. غادي نشوفوا معايا طاجين نباتي فيه غير الخضرة، وكذلك غادي نشوفوا معايا ليكيش مصوبين بباتا سابلي بدقيق القمح الكامل، وغادي نشوفوا معايا لاسوب مصوبة بالجمبري، وكذلك غادي نشوفوا معايا البغرير ديال دقيق الشعير. فبقاو معايا حتى الأخير باش تشوفوا هاد الوصفات كاملة، وكذلك تعطيكم افكار المائده ديالكم ديال الافطار لهذا الشهر رمضان الكريم. نبداو على بركه الله في تحضير الوصفه. الوصفات والمقادير غادي نتوجدوهم دائما بصندوق الوصف باسفل الفيديو. وغادي نبداو بالطبق ديالنا الرئيسي اللي هو طاجين ديال الخضره. هنا اختاريت نستعمل نوع او مكون واحد من الخضره اللي هو الشوفلور. نورمالمون هاد الطاجين تيجي مع اللحم، ف ما درتش اللحم ودرت فقط الشوفلور وطيبته تقريبا بنفس الطريقه اللي غادي نطيب به كون كان اللحم مع الطاجين. فطريقه سهله وبسيطه، غادي تاخذوا بصله يا اما تتقطعوها كرقيقه ولا تشلضوها ولا تحكوها. غادي نضيفوا شي شويه ديال الماء، غادي نضيفوا التوابل الملح، الخرقوم البلدي اولا الكركم، شي شويه سكنجبير، زعفران شعره، السمن، وكذلك الفلفل الاسود اولا البزار، وزيت زيتون غنخليوه في الاخير من بعد غادي نضيفوه. وكذلك غادي نضيفو الحامض مصير، القلب ديال الحامض مصير، الحامض مصير ضروري نديروه. وغادي نمشيو نشحرو هاد الطاجين ديالنا مع هذيك الميها في الاول حتى تطيح لينا البصله، ومن بعد تنضيفو عليها بقيه المكونات. دونك هنا تنضيف شويه ديال القزبر ومعدنوس. بالنسبه للشوفلور فهو تيجي كذلك مواتي حتى مع البطاطا، ممكن تضيفوا حتى جلبانه الا بغيتوا، فكيجيو يعني ممكن تكثروا الخضر يعني وما تكتفيوش فقط بمكون واحد من الخضر. دونك تمشيو تقطعوا هذوك الشوفلور ديالكم، هنا مستعمله تقريبا وحده كامله، حبه ديال الشوفلور كامله، كنقطعوها هكا طريفات، كنغسلوها تنقيوها، وكنمشيو نضيفوها على هذيك البصيله اللي تتكون هبطت لينا شي شويه وشربات هذيك التوابل. وغادي نضيفوا اولا غنزينوا الطاجين ديالنا بداك الحامض مصير من الفوق، والزيت البلديه والزيتون احمر، من الاحسن زيتون احمر، فلفله حاره، وغنضيفوا عليه شي شويه ديال الماء وغنخليوه يطيب على نار مهيله. كيجي لذيذ بزاف، كيجي رائع. كنتمنى تجربوه هاد الطاجين ديال الشوفلور والزيتون الحمر. وغادي نمشيو نصوبو دابا لاسوب ديالنا، لاسوب اللي مصوبه بالجمبري والخضر. دونك غادي نحتاجو الحبه ديال الفلفل. بالنسبه ليا هنا استعملت نصف حبه ديال الفلفل مع نصف حبه اخرى فلفل اخضر مع فلفل اصفر، كذلك برونش وحده ديال الكرافس، حبه ديال البصل، جوج حبات ديال الجزر، وغادي نقطعوهم هكا صغار، وغادي نمشيو نحطوهم يعني في الاناء اللي غادي نطيبو فيه، وغنشحروهم في الاول مع شي شويه زيت البلديه والتوابل. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو الملح، فلفل اسود، كركم، وكذلك شي شويه سكنجبير، شي شويه الثومه باودر الا ما بغيتوش ديروا الثومه باودر استعملوا الثومه طريه، والتوابل المنسمه ضروري. فهنا استعملت القزبر ومعدنوس اولا غير القزبر، اليازير، وكذلك الزعتر والزعتره اللي غادي نحيدهم من بعد، وغنخلي فقط يعني غنخلي فقط غير القزبر ومعدنوس. بالنسبه للمقادير الاخرى اللي بقات لينا، غيبقى لكم المرق، غيبقى لكم طماطم، هنا 400 غرام ديال الطماطم، الجمبري، وكذلك شي شويه ديال الشعريه غليظه. هادو عناصر او مكونات غادي نضيفوهم من بعد. دونك تمشيو تشحروا هذاك الخضيره ديالكم في الاول مع ديك زيت البلديه والتوابل، من بعد غادي نضيفوا عليهم هذاك المرق. دونك تتاخذوا كوب ديال، من الاحسن يكون ديال السمك، غادي نضيفوا عليه من بعد الماء يكون سخون، وكتمشيو تضيفوا هذا المرق ديالكم على الخضره اللي تتكون تشحرات في الاول، ومن بعد تضيفوا نصف الكميه ديال الطماطم، هنا مستعمله 400 غرام، والنصف الاخر غادي نضيفه من بعد ملي تطيب ليا الخضره وقبل ما نطحنها. دونك ملي تطيب لكم الخضره كتحيدوا هذوك الاعشاب اللي درتوهم من غير القزبر، تتخليوه تطحنوه في مع الخضره ديالكم، وتتجيبوا الميكسور وتطحنوا الخضره ديالكم، وكتضيفوا بقيه الطماطم اللي بقات لكم.
من بعد غادي نضيفوا اخر حاجه. دونك هنا تتقلبوا الحساء ديالكم، الا بان لكم راه خفيف بزاف اولا ثقيل بزاف، فانتوما على حسب نتوما والرغبه ديالكم، كاين اللي كيبغي الحساء خفيف، كاين اللي كيبغي الحساء يكون يعني عقد وثقيل. بالنسبه لي هنا ضفت شي شويه ديال الماء. غادي نضيف دائما على عافيه تكون متوسطه. غادي نضيف هنا الجمبري، غنبدا نضيف فيه. بالنسبه للجمبري هنا مستعمله تقريبا 260 غرام ديال الجمبري. الا كان الجمبري طري يعني بالقشور ديالو من الاحسن، حتى هنا راه كان طري ولكن كان منقي ما فيش القشور. علاش بالقشور؟ حيت كون كانوا القشور كنتو غتستعملوهم هما كمرق لهاد لاسوب. دونك تضيفوا هذيك شي شويه ديال الشعريه الغليظه وكذلك هذوك لي كروفيت، وكتمشيو يعني تتخليو لاسوب ديالكم تطيب لكم على نار مهيله، ما تخليوهاش بزاف على اساس راه لي كروفيت يعني الجمبري تيطيب لكم دغيا. وبالنسبه للتقديم فانا هنا اختاريت شي شويه خديت عويدات ديال لي بروشيت وغادي نشحر فيهم، ولا غنشحر عفوا الجمبري وغادي نديرهم فيهم وغنقدمهم مع الحساء الحساء ديالنا اللي حضرنا ديال الجمبري. دونك تتلقموهم هذوك لي كروفيت وتتمشيو ديرهم في هذوك العويدات ديالكم وكتقدموا الحساء ديالكم بهذه الطريقه كما شفتوا معايا. كيجي لذيذ 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 بزاف هذا الحساء ديال الجمبري والخضر. وغادي تشوفوا معايا من بعد يعني لي كيش ديال اللي مصوبين بلا باتا سابلي ديال دقيق القمح الكامل، وغادي نديرو في الحشوه حشوه بسيطه جدا ديال الطون والفطر اولا لي شامبينيون. دونك غادي تحتاجوا هنا 200 غرام ديال الدقيق القمح الكامل تتغربلوه وكتستعملوه. غادي تحتاجوا 100 غرام ديال الزبده، الملح، وكذلك شي شويه ديال الزعتره، الماء باش نجمعوا العجينه ديالنا ديال هاد لاباتا سابلي. دونك اول حاجه تضيفوا هو الملح وداك شويه الزعتره، وكتبداو ترملوا في الدقيق ديالكم ديك الزبده. من بعد كتجمعوه بهذاك يعني واحد شي شويه ديال الماء، تقريبا نصف كاس ديال الماء. اون فوا تتجمع لكم كتغطيوها وكتمشيو تحطوها في الثلاجه تقريبا واحد نصف ساعه. من بعد غادي تشوفوا معايا دابا الحشوه. الحشوه غادي نحتاجوا هذه بالنسبه لاباغاي ديال الكيش، غادي نحتاجوا فيها الحليب، غادي نحتاجوا فيها زيت الزيتون بيضه وحده، تقريبا واحد 50 حتى 60 غرام ديال الجبن، ملح، فلفل اسود. بالنسبه يعني هذا الخضر غادي نستعملوا الفطر وكذلك حبه ديال البصل والثوم. وغادي نمشيو نبداو في التحضير. دونك تاخذوا مقلات وتتشحروا فيها هذوك لي شامبينيون مع البصله. هنا مستعمله تقريبا 100 غرام ديال الشامبينيون اولا الفطر وحبه وحده من البصل. دونك هذا القياس كيخرج لكم تقريبا 6 ديال لي كيش صغار بهذاك القياس. بالطبع كتشيط لكم العجينه فكتخليوها في الثلاجه ولا في المجمد على اساس تستعملوها مره واحده اخرى. بالنسبه لاباغايا كيش هي هذه، غادي نضيفوا هذيك عفوا البيضه، حبه ديال البيض، وكذلك زيت الزيتون والحليب والجبن والملح والفلفل الاسود، وتتخلطوا هاد لاباغاي وكتخليوها على جنب. من بعد تتخرجوا العجين ديالكم من الثلاجه وغادي تبسطوه في ورق يعني بين جوج ديال الورق ديال الطهي او الورق اللي تنطيبوا عليه هكا باش ما تلصقش لكم العجينه، وحتى باش ما تستعملوش الدقيق وانتم كتسرحوا في العجينه ديالكم. دونك كنسرحوا العجينه ديالنا تتكون رقيقه ما نخليوهاش غليظه، وغادي يعني نصوبوها في هذوك القوالب اللي نتوما اختاريتو ديال لي كيش،
وغادي ندخلوها الفران، ضروري طيبوها قبل ما تديروا فيها الحشوة، فضروري طيب تقريبا واحد يعني حتى تطيب لكم وتتحمر واحد شي شوية، تاخد اللون ديالها، ومن بعد تخرجوها عادة ديروا فيها الحشوة. علاش؟ لان يعني الدقيق القمح الكامل ماشي بحال الدقيق الابيض، ما غاديش يعني ما كيطيبش دغيا. من الاحسن في كاع لي كيش ديالكم، من الاحسن دائما ديما حيت لا باغايا كيش اللي تنديروها في الداخل كتكون سهله وما تتحتاجش بزاف الوقت في الطياب وتتحمر دغيا، فدائما طيبوا العجينه هي الاولى، ولا لا باتا سابلي هي الاولى. عاده كنديروا الحشوه دونك ديال الشامبينيون والبصله والطون، وكنغطيو بهذيك لا باغاي وكندخلوهم الفران من بعد ما تنكونوا طيبنا لا باتا سابلي كما قلت لكم. وبالنسبه للبغرير ديالنا ديال الشعير، دقيق الشعير، فغادي نحتاجو 200 غرام ديال دقيق الشعير اللي سيكون منيل، الملح، شو شويه ديال الكركم، الخميره ديال الخبز سريعه يعني الفوريه، وكذلك خميره الحلوى، وأربعة المعالق كبار ديال الدقيق الابيض. ضروري ما تخلطوا الدقيق الابيض مع هاد يعني مع الشعير، مع دقيق الشعير. دونك تتحطوا هذاك الدقيق ديال دقيق الشعير مع هذاك قبصه ديال الكركم، وكذلك الخميره ديال الخميره الفوريه، ماشي خميره الحلوى، الخميره الحلوى غادي نضيفوها من بعد، الخميره الفوريه والدقيق حتى هو ما تنساوش، والماء. دونك الماء في الاول ضفت 150 غرام، فانا بغيت نعطي لكم الماء بالضبط، داكشي علاش بقيت كنضيف فيه بشويه بشويه. دونك في الاول ضفت 150 غرام، طحنته، ومن بعد جاني ثقيل فضفت عاوتاني 100 غرام، هي 250 غرام، وجاني شي شويه ثقيل فضفت عليه شي شويه عاوتاني 21 حتى 25، فما بين 250 غرام حتى 300 غرام ديال الماء، فهي مناسبه على حسب الدقيق ديالكم واش غيشرب لكم بزاف ولا شويه. دونك تتخلطوا في الاول هذيك ديال الدقيق الشعير مع الخميره الفوريه، ومن بعد كطحنوه واحد وكتضيفوا عليه الماء وكطحنوه واحد دقيقه ونصف، ومن بعد كتضيفوا خميره الحلوى وكتزيدوا طحنوه واحد جوج ديال الدقائق، واخر حاجه كديروها هي كتحطوه يعني في اناء تتغطيه وكتخليه يخمر لمده تقريبا ساعه على الاقل، ومن بعد هذا هو البغرير ديالكم، تيكون خمر، تيكون جاهز للطهي، وكتمشيو تتبداو طيبوا فيه. انا اختاريت هنا مقله صغيره الحجم، بغيتهم يخرجوا ليا صغار، فانتم تختاروا الحجم او على حسب المقلات اللي عندكم في المنزل. وكنبداو نطيبوا في البغرير ديالنا ديال دقيق الشعير، ثقوا بيا كيجي رطب بزاف وتيجي هشيش وتيجي لذيذ وصحي كما شفتوا معايا، والطريقه ديالو سهله بزاف بحال البغرير اللي تنصوبوه حنا هنا، مبدلين فقط غير الدقيقات. فهذا هو البغرير ديالنا بدقيق الشعير، دونك تنقدموه بحال هكا مع شي شويه العسل والزبده اولا زيت الزيتون. هذه المخرقه ديالي اللي كنت قلت لكم المره اللي فاتت انها اللي على اليمين هي اللي طيبه في الفرن، والاخرى هي اللي تنطيبها في زيت جوز الهند، شي شويه ديال التمر البيض، وكذلك سلطه ديالي ديال الخس والخيار ضروري تكون على المائده، طبق ديال الفواكه، شي شويه ديال الخبز، وهاد الشهيوات اللي وجدنا اليوم ديال لي كيش، وكذلك لا سوب، كويس داتاي، العصير. دونك هادو هما الشهيوات ديال هاد المائده ديالنا ديال اليوم، صحيه كما شفتوا معايا بهذاك الطاجين النباتي اللي غير بالخضره ديال الشوفلور، كما قلت لكم ممكن تضيفوا معاه حتى البطاطا اولا الجلبانه. وهذا هو المائده ديال الافطار ديالي، وحده من الموائد الرمضانيه، كنتمنى عطيتكم افكار شنو توجدوا يعني بطريقه صحيه للمائده ديالكم ديال رمضان، وكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفات بما فيهم البغرير بدقيق الشعير، وكذلك لاسوب بالجمبري، وكذلك هذاك الطاجين النباتي اللي درناه بالشوفلور والزيتون. كنتمنى هذه الوصفات يكونوا نالوا اعجابكم. الا كنتوا اول مره تزوروا القناه فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك
الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم جديد القناة، وديروا لايك الى عجبكم الفيديو. نتلقاو فيديوهات اخرى ان شاء الله هذا الاسبوع. خليكم على خير، السلام عليكم.